كانوا ينطون الشخص مو على، يعني ينطون الأغنية مو على مود صوته، ينطوها حسب شخصيته. يعني احنا بسنة ستار اكاديمي 7 اقوى الاصوات كانت، فما كانوا ينطون المشترك على مود صوته الأغنية، على مود شخصيته. يعني بدرية لأن تاكل هواية ينطوها اغاني دسمة بط. مع ان العلم بدريه هم مثلت بالحب حفله قبل الطفل، يعني ليش مقبطوها؟ ما ادري، هاي راح اسالهم هم. سؤال لماذا لم تطلب اغاني يعني عراقيه وخليجيه؟ طلبت، يعني هم كانوا مو ما كانوا احنا اغاني، يعني الاغاني تحضر من قبل اسبوع من مدام، يعني من مدام رولا وميشيل فاضل يقعدون عليها اسبوع يحضروها، ف كنت اتمنى بس ما صارت فرصه. 16 اسبوع ما صارت فرصه. هيك الله بده. ما ادري يعني الجمهور كان يقول انت مظلوم. يمكن بس اقولهم لا انا مش مظلومه لان انا اخذت حقي هواي باليوميات وبالشيطنه وباللعب، يمكن بالبرايم يعني يسمعوني صوتي، راح اسمعهم صوتي بعد الاكاديمي. سؤال قوي جدا جدا جدا. شنو؟ على اقوى سؤال. وين؟ وانت حق يعني تجاوبين او ما تجاوبين. ايش حق الموضوع؟ عندنا واحد من رمضان. هذا يعني كثير اقاويل، كثير يعني شكوك واخبار متداوله بالجمهور، ايش كانت؟ كان حديث الساعه. بينهم كنتوا انت رمضان، ها؟ علاقتكم؟ يعني علاقة حب بس يعني كانت يعني هي باينة، بس انتوا كنتوا تقولون بانه هي مو علاقة حب، هي علاقة اخوية، يعني على مود ولحد الان هي علاقة اخوية كاملة بس، وهذا كان تطالب هذا الشيء. ف يعني هل يا ترى هذه العلاقة، اولا سؤال يعني الشق الاول بانه هل يا ترى العلاقة هي صدق اخوية كانت، وان على مود الكاميرات كنت يعني تتكلمون؟ مو على مود الكاميرات ولا على مود شيء، اللي انتم شايفين ممكن صح واللي انتم شايفين ممكن غلط، بس احنا اصحاب. زين هل هي بعد الاكاديمية تتوقعين انه العلاقة تتطور؟ طبعا رح تستمر. ما ادري، يمكن الله اعلم، بس احنا حاليا اصدقاء. اكو امل؟ ممكن انتم تريدون يكون اكو امل هيك موضوع؟ والله يعني هم الجمهور حقيقة يعني يحبوك، يحبوك محمد، يحبوك ويحبون محمد، وفكرين بأنه يعني أنتوا تكونوا اثنين تكونوا معي طول العمر. إن شاء الله، ليش لا؟ إذا الله كاتب هذا الشيء ليش لا؟ إحنا حاليا أصحاب. حاليا أصحاب. أوكي. سؤال آخر. نريد من عندك امتحان مقطع صغير من صوت بالطفل. لحوم اليونغون، أنا مفيقكم. حلو جميل.